السلام عليكم. هذا الفيديو درتو شويه مزروب حيت كيخصني نهضر على هذا الموضوع. هذا شركه هواوي في هذه التحديثات الاخيره الى بدلتي باتري ما بقاش كيف ما كان مزيان. ابل الى بدلتي باتري واخا ما طلعش لا طاكي ديما راه التليفون كيخدم نورمال. الواوي لا ما غايشعلش ليك، متفقين؟ الواوي ما غاديش يشعل لك، ولا شعل لك غيبقى لك في الواوي ريدي مار، غيطلع لك الواوي ريدي مار ما غيكملش لك الشيء. علاش؟ لان الباتري فيه واحد لي سيريال ميمبرين كما كتشوف هنا، واحد اس ان كاين في لاكارت مير كيخصو يكون في حالو. في حاله الا ما كانش في حالو ما غيديماريش لك التليفون، متفقين؟ ماشي تشري باتري وتركب راه ما يخدمش لك. هاد لي ميساجور الاخرين تشري باتري غتركبو راه ما غاديش يخدم لك، باش تكونوا فاهمين هاد القضيه. انا درت تجربه دابا على نوفا سات اي بدلت الباتري، وديجا جربتها على بيترون برو. كيف ما كتلاحظ معايا النوفا سات اي كنشونجي الباتري كيبقى ريدي مار. دونك الحل رقم واحد اللي التجأت ليه ما صدقش، غنعاود نجربو انا اكيد اكيد انه غيصدق. والحل الفتاك واللي غيخدم لك مزيان هو انك غادي تحيد الصمته من الباتري القديم وديرها في الباتري الجديد. هاد الطريقه هادي غادي تحيدها، لان كاين واحد المادر بورد راكبه في الباتري، دونك هذيك المادر بورد هي اللي فيها سيريال ميمبر. دونك هذه كتحيدها وديرها في الباتري يعني اللي شريتي انت جديد. دونك تاخذ الباتري القديمه تهز منو الصمته ديرو في الباتري الجديد، ديك الساعه يخدم لك نورمال. اولا كاين سيجما، سيجما اولا شيميراتو غادي تقرق سيريال ميمبر وتحطو. المهم الطريقه منطقيا خاصها تخدم، ما خدمتش معايا. دونك الحل الوحيد باش يخدموا البطاريات ديال الواوي الاصدارات الاخيره هو انك تحيد الصمته من الباتري القديم. بحال دابا هاد السيد هذا من فوق ليه، دونك ما عندوش البديل، وركبنا باتري كما قلنا لكم وما خدمش. دونك الحل الوحيد الاخوان هو انك تهز لاكارت مير اللي كتكون هنايا ديال الباتري، تهزها ديسوديها من هنا وتسوديها في الباتري اللي شريتي جديد، وديك الساعة بالصحة والراحة راه غيديماري التليفون نورمال، ما غتبقى لا مشكل لا والو. كيدير الساعة صافي.